حياكم الله في حلقة جديدة من ناول. في كأس العالم مرة أسماء كثير مشهورة ومعروفة وسوت إنجازات كبيرة حتى قبل ما يلعبون في كأس العالم وبعدها وحتى مع أندياتهم، لكن اليوم نحكي لكم عن لعيبة ووضعهم غريب شوي، يمكن بعضكم كثير ما يعرف منهم أو يعرف شيء بسيط عنهم، لكنهم يبقون في ذاكرة تاريخ بطولة كأس العالم للأبد. ببدأ في الكاميروني روجي ميلا، اللاعب اللي اعتزل الكرة عام 1989 وعمره 37 سنة بعد ما أنهى مسيرته الاحترافية في فرنسا، لكن رئيس الكاميرون دق عليه قال رجال ما ودك بس تروح مع الشباب تلعب معهم، كودك تساعدهم، عقبها تبي تعتزل بصرك. الرجال جازت له الفكرة ووافق، كان احتياط في البطولة لكنه سجل هدف ضد رومانيا في المباراة الثانية وتأهلت الكاميرون للدور الثاني لأول مرة في تاريخها. في دور ال 16 سجل هدفين في آخر الوقت ضد كولومبيا وأهل بلاده لدور الثمانية، وطلعت بعدها الكاميرون من إنجلترا. التقارير قالت إن ميلا وهو بعمر 38 عاد اكتشاف نفسه وجت عروض كثيرة للاحتراف من ضمنها إندونيسيا والسعودية، لكن اللاعب قال لا خلاص بعتزل. وعقب 4 سنين في كأس العالم 94 كلم الرئيس المنتهي مرة ثانية قال ما ودك بعد تدهر ذا المرة في زي 94؟ والله وافق ميلا، راح ذا الخبل مع أنه قفلت مع المدرب واللاعبين وصراحة معهم حق، لكنه شارك وسجل هدف ضد روسيا وصار أكبر لاعب في تاريخ كأس العالم، أو في التاريخ يسجل في كأس العالم، في تاريخ كأس العالم كان عمره 42 سنة. نروح إيطاليا اللي مشهورة بقوتها ومدرستها الدفاعية وما اشتهرت بالمهاجمين زي الدفاع، لكن في كأس العالم مهاجمينهم لهم حكاية ثانية. في بطولة 82 بإسبانيا استدعى مدرب إيطاليا المهاجم باولو روسي اللي كان مسجون في فضيحة توتينيرو اللي صارت عام 79 في قضية التلاعب بالنتائج. اللاعب كان بعيد عن أجواء التهديف، لعب فعلا أول 3 مباريات في المجموعة ما سجل ولا هدف. كادت إيطاليا تطلع من البطولة لأنها تعادلت في 3 مباريات لكن تأهلت بفارق النقاط وراحت للدور الثاني. في الدور الثاني لعبت ضد الأرجنتين وفازت 2-1 لكن بابلو روسي ما سجل شيء. في المباراة اللي بعدها ضد البرازيل اللي كانت مرشح الأول للبطولة انفجر روسي، سجل هاتريك، فازت إيطاليا 3-2. بعدها لعبت إيطاليا ضد بولندا فازت 2-0، من سجل هدفين؟ باولو روسي. تأهلت إيطاليا النهائي ضد ألمانيا وافتتح فيها روسي أهداف المباراة اللي انتهت 3-1 صالح إيطاليا اللي أصبحت بطل للعالم في هذه النسخة، وفوقها بابلو روسي صار هداف كأس العالم 6 أهداف في 3 مباريات. بس ما انتهينا من الطليان، لأنه بعد 8 سنوات من سالفة روسي وبالضبط عام 1990 في البطولة اللي استضافوها قبلها بسنة كان في لاعب مغمور اسمه سكيلاتشي، كان يلعب في نادي ميسينيا في الدرجة الثانية وشره اليوفي في أول سنة، سجل 15 هدف، هو رقم عادي يعني بس إنه يعتبر قوي وقوي قوي وقوي يعتبر قوي يعتبر قوي من الدفاع يا بندر، ما يعتبر قوي يعني في الهجوم، كلهم قفلي. المهم الرجال بدع في كم مباراة في الدوري وقام مدرب إيطاليا في تشيلي واستدعى المنتخب. عاد هنا كل الصحف وسائل الإعلام انفجرت غضب عليه، اعتبرت مشاركته في البطولة فضيحة كبرى لدرجة أن سكيلاتشي نفسه ما كان مقتنع بأنه يلعب للمنتخب وين في كأس العالم. المهم بدأت البطولة وفي أول مباراة ضد النمسا عجز كارنافالي وفيالي مهاجمين إيطاليا أنهم يسجلون وقتها، نزل سكيلاتشي في الدقيقة 78 ومن أول لمسة هدف، انتهت المباراة 1-0 لإيطاليا. في المباراة الثالثة لعب أساسي وسجل هدف هو باجي وفازت إيطاليا على تشيكوسلوفاكيا 2-0. والله الرجال بدأت ترتفع أسهمه، بدأ العالم يغير نظرته. تأهلت إيطاليا لدور 16 فازت على الأوروغواي 2-0، الأول مسجل سكيلاتشي. وفي دور الثمانية فازت على إيرلندا 1-0، سجله مين؟ سكيلاتشي. جاء نصف النهائي ضد الأرجنتين تقدمت إيطاليا 1-0، تسجيل مين؟ برضو سكيلاتشي، هذا اللي يسمونه كواهم وأحرق مرماهم سواء خصوم ولا إعلام، لكن الأرجنتين تعادلت وفازت بالبلنتيات. لعبت إيطاليا مباراة الثالث والرابع ضد إنجلترا، سكيلاتشي عنده 5 أهداف، كان متساوي مع لاعب تشيكوسلوفاكيا في الدقيقة 86، كانت النتيجة 1-1، وقبل نهاية المباراة ب3 دقائق حسب الحكم بلنتي لإيطاليا، خذها المتخصص باجي وعطى مين؟
كيلاتشي صار الهداف، هذا اللي صار بالفعل. واخيرا سمعتوا بلاعب اسمه سالينكو، باختصار هذا لاعب روسي في كاس العالم 94 سجل هدف منتخب الوحيد ضد السويد اللي هزمتهم 3-1 في المباراة الأخيرة في المجموعة ضد الكاميرون، سجل 5 أهداف وفازوا 6-1، صار هداف كاس العالم بالتساوي مع البلغاري ستويشكوف. بكل بساطة باردة مبردة، لا منتخبهم ترى مهزوم في المباراتين اللي قبل وطالع من البطولة، لكن الدنيا الحظوظ، الدنيا الحظوظ، الدنيا الحظوظ، ويبقى اسمه محفوظ في ذاكرة تاريخ كاس العالم إلى الأبد. أيضا من الأسماء المحفوظة في ذاكرتك أول ما تدور رابط بث لمباريات الدوري السعودي هو تطبيق دوري بلس، صدقني بترتاح من الحوسة والجودة الضعيفة اللي في الروابط الثانية، جدا بترتاح، انت حمله وتعيلي. نشوفكم على خير، في أمان الله.